والتدخين يفتك بالحنايا ويلقي في نياط القلب جمرا، فهل هو عاقل من بات فعل يشق لنفسه في الأرض قبرا. اقتل الزقارة قبل أن تقتلك. التدخين لا يضر الشخص بذاته بل يضر المجتمع بأكمله. لا تدمر رئتك، لا تدمر قلبك. لا تسمى موت بل تسمى انتحار لأنه اختيارك. نهى رسول الله عن كل مسكر ومفتر. أوقف التدخين، أوقف التدخين، أوقف التدخين.